أعزائي المشاهدين في كل مكان، مرحب بكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الثلاث الموافق 3 أكتوبر 2023. توقعات برج القوس، النهاردة هتتوصل لخطط واضحة كتير جدا وسهلة انك تناقشها، لكن لازم تجري شوية تعديلات عليها وتصلحها. هتبقى اكتر وعي بعمليتك اللي فيها بتخص تفاصيل غذائك. انت النهاردة ميال انك تعتني بنفسك شوية، اتبع المشاعر دي وخليك ماشي وراها. هتحرز تقدم كبير في قدراتك عشان تفهم الأشخاص اللي حواليك من خلال انك تستمع لشخص مختلف تماما عنك. توقعات برج الجدي، هتوضع كل الحاجات موضع تنفيذها وهتبقى جاهز انك تكملها. هيجيب ليك اكبر قدر من الرضا في يومك ده. هتبقى مبسوط جدا من انك حابب انك تخلص الحاجات اللي عليك. هتبقى انت اللي بيخاطر بانك ترهق الاشخاص اللي حواليك في اليوم ده. خليك حريص علشان ما تسرش اعصابك اكتر، خاصة اعصاب الاشخاص اللي حواليك. في تعطش واضح عشان تتقدم، ده مش هيبقى مشكلة بالنسبة ليك. لو حبيت تعبر عن ارائك انت في الطريق الصح، فخليك مكمل. توقعات برج الدلو، هتبقى حابب تزيل كل العوائق اللي واقفة في طريقك النهاردة يا دلو، لكن ما تخليش النهاردة المركب تروح لطريق تاني. خليك انت ماسك في زمام الامور. هتعمل كل الحاجات دي بشكل صحيح، هيبقى في شوية توتر حواليك وهتوصل للحد الاقصى ليه، حتى لو مشيت ورا الاجواء الهادية والراحة العقلية المناسبة. عندك علاقات إيجابية جديدة هتبتدي تظهر في حياتك اليومية، هتقدم على كل الأشخاص اللي حواليك وما تترددش. توقعات برج الحوت، انت النهاردة بتتحكم في كل عواطفك، عندك كتير من الثقة في نفسك. هتتأكد من انك مش غير قابل انك توصل لتفاصيل غير مهمة، بالعكس انت ماشي في الطريق الصح. عندك تفاؤل واضح، هتتأكد بس من انك بتاكل نظام غذائي متوازن. عندك نظرة اكتر نضج، اكتر واقعية لكل افاقك المستقبلية، وده ملحوظ بالنسبة كبيرة جدا لكل الاشخاص اللي حواليك.